كل يوم يظهر فنانة ما كنتش متوقع أبداً إنك تشوفها على تيك توك، لو كمان بيرقصوا ويقلدوا مشاهد سواء كانت ليهم قديمة أو مشاهد جديدة، وولادهم كمان معاهم، وحاجة كده بتبقى مش متوقعة أبداً. تعالوا نعرف إيه الحكاية ومين الفنانات دول. طبعاً ما كنتش تتخيل إنك في يوم تشوف هالة صدقي بتعمل فيديوهات على تيك توك مع ابنها وبنتها، بس الأساس بقى في اللعبة دي هي بنتها مريم اللي ليها أكاونت على تيك توك من قريب، ومتابعينها بيزيدوا يوم عن التاني، وكمان بعد المشاكل اللي حصلت بين باباها ومامتها من سنين مش بعيدة قوي، مريم قررت إنها تسمي نفسها مريم صدقي، وكمان مامتها ظهرت معاها في فيديوهاتها، وده كان سبب في إنها تتعرف بشكل أكبر بين الناس، ومامتها طبعاً مش هتدخر جهد عليها في إنها تدعم بنتها في إنها تتشهر والناس تعرفها. وطبعا الفيديو عدى المليون بمجرد الناس ما شافته. مريم بنت هالة صدقي شكلها كده غاوية غنى ورقص ومش تمثيل، وده اللي ظهر من المحتوى اللي بتقدمه في الفيديوهات بتاعتها. اما بقى ريتاج بنت ايمان العاصي، فدي قلبة تيك توك مع مامتها ومن شهرتهم سوا، استضافوهم في برامج مع بعض علشان دمهم الخفيف والفيديوهات اللي بيقدموها سوا. غير كده ريتاج بنوتة رقيقة جدا وشبه مامتها، وده خلى ناس كتير تفكر في انها تمثل كمان وشجعوها، وما كانوش مصدقين ان إيمان العاصي عندها بنوتة كبيرة كده. أما بقى أمينة بنت نسرين أمين، فدي حكاية تانية خالص هي ومامتها، وده لأنهم يعتبروا من أول الفنانات وبناتهم اللي دخلوا عالم التيك توك والفيديوهات، واشتهروا كمان بخفة دمهم والمشاهد اللي كانوا بيمثلوها سوا، سواء لنسرين أمين في الأفلام المشهورة ليها أو أفلام تانية كوميدي. بس الفرق هنا إن نسرين أمين وبنتها مش بعاد في السن عن بعض، بالعكس دي بنتها بقت عروسة وحتى منها في الشكل وفي كل التفاصيل، بس أمينة بقى ملهاش في التمثيل وشكلها كده مش عايزة تدخل المجال، ما هي رايقة زي مامتها وغاوية سفر وبحر وحاجات كتير من دي. بس قدرت بعد ما عدت 5 مليون إعجاب إنها تبقى بلوجر وتبدأ تعرض منتجات لحاجات مختلفة ليها علاقة بالجمال والبحر، وفعلا بدأت يبقى ليها متابعين في المجال، والبلوجر دلوقتي بقى أشهر كمان من الممثلين. أما بقى اللي دخلت عالم التيك توك مخصوص علشان بنتها فهي الفنانة انتصار، واللي حسابها ما فيهوش أي فيديو ليها، بس هي مقررة من أول ما بنتها شهزت أخذت لقب ملكة جمال المراهقات، وهي تكون عون ليها وتساعدها في كل حاجة علشان توصل للي هي عايزاه. شهزت كملكة جمال بتتعامل بالأساس ده وبتخلي بالها من اختيارات لبسها وفساتينها وكل حاجة، وبتصورها وبتنزلها كمان، وانتصار مش بتسيبها في أي خطوة في حياتها، ما هي بتخاف عليها جدا. بس كمان لما شهزت نزلت فيديوهات مع مامتها بقت ترند عرفت اكتر، والناس بقت تتكلم وتشاور عليها بالاسم، وهو ده بالظبط اللي كانت عاوزه توصل ليه انتصار مع شهيستا. اما سيليا بنت نيلي كريم فهي بدات عن طريق مامتها من 2020، وظهرت برضو على الاكونت بتاع مامتها على تيك توك، وبعدها انطلقت هي بقى وبدات تنزل ليها فيديوهات، ونيلي كريم كانت بتساعدها وبتظهر معاها، ومش هي لوحدها، كمان هشام عاشور وقت ما كان متجوز مامتها. بس سيليا تعرضت لانتقادات كتير قوي بسبب لبسها اللي الناس شايفاه جريء، وكمان بسبب التاتوهات اللي هي رسمها على جسمها، وفجاه مسحت فيديوهات كتير كانت منزلاها على الاكاونت بتاعها. اما بقى سلمى شريف فواخده بنت عمتها اميره اديب مثال ليها وماشيه بنفس طريقتها، وكمان بتظهر معاها والدتها داليا مصطفى، ومش لوحدها، لا كمان والدها شريف سلامه قرر ان يدعمها ويخرج معاها فيديوهات ويهزر معاها، والعيله دي بقى مقضيها ضحك وانبساط وهزار ورقص، وكمان بقوا بيشاركوا الجمهور في تفاصيل كتير من حياتهم. انتوا بقى شايفين مين اخف دم الفنانه مع ولادها على تيك توك؟